كلب مش لازم تربيه. الجزء رقم 81 بافيريان ماونتن سكينت هاوند، كلب من أصول ألمانية، ومن أول نظرة له بتشوف فيه الثقة وبتشوف فيه الولاء. كلب هادي بطبعه ومطيع لصاحبه وبيكره الغربة. كلب مميزات الصيد فيه رهيبة، وهذا بسبب حاسة الشم اللي عنده. الكلب مشهور بأنفه، فهو دليلك في رحلة صيدك. نفرض إنك صدت حيوان وانجرح وهرب، وفي منه كثير في المنطقة. البافيريان عن طريق حاسة الشم حيعرف الحيوان اللي بيدور عليه ويفرقه عن غيره، وما بتختلط عليه الأمور وبيضل مركز على الفريسة. الكلب مش عنيف ولا إنه حتى كلب بستهي. أكره شيء عليه إنك تحطه في قفص، ودائما بحب يحس حاله جزء من العيلة. اللي بيكاثروه بغرض البيع بصراحة محترمين، بيراقبوا الفصيل منيح وبيتأكدوا إنه خالي من الأمراض، وبيعملوا له فحص جيني عشان ما ينشروا نوع مريض. لكن السؤال، ليش ما تربيه؟ لأن مخه في منخاره، كيف حتستغل ميزته؟ وليش تخليه دائما قاعد في البيت يشم ريحة طبخك؟ لأن مكانه الأساسي يكون في الغابة، يساعد الإنسان يصيد، فمعناتها بده مساحة وبده يشتغل ويتعب ويفهم إنه مفيد. غير جيد مع الأطفال وغير جيد مع الكلاب الثانية، بيحب شخص واحد وبيكون متعب مع غير صاحبه. وغير هيك قليل جدا لما تلاقي واحد في منطقتك ببيعه، فعشان تجيبه حتدفع كثير. وأهم شيء بصراحة لازم يكون عندك سور عالي فوق الأرض، وكمان يكون نازل تحت الأرض، لأنه متسلق شاطر فممكن يتسلق السور، وكمان بحفر بمهارة فبتلاقيه عمل نفق تحت السور. فعشان هيك سيبك منه ومش لازم تربيه.